الاتفاق السياسي واتفاق الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار إنما تؤكد على صلابة عزيمتنا ومتانة شراكتنا من أجل الوصول إلى اتفاق سلام يغير من حياة الناس ويؤسس لعهد خال من العنف والظلم والتهميش. طوال فترة الحكم الوطني في السودان دفع شعب السودان بشكل عام والسودانيين في مناطق الحروب بصفة خاصة أسمام باهظة نتيجة الظلم والإهمال التنموي وعدم الاستقرار السياسي. جاء الوقت الذي ندفع فيه استحقاقات السلام كاملة لنطوي عهود بائسة وشريرة إلى حياة كريمة يستحقها شعب السودان العظيم. نحن نخطو بثبات مع شركائنا في السلام وأصدقائنا الإقليميين والدوليين نحو تلك الغايات التي يبدو أنها ليست ببعيدة وكذلك ليست مستحيلة بإذن الله.